إذا دخل إلى المسجد الآن دخل تهيأ للصلاة لبس أحسن الثياب نعم الآن يجب أن ندخل المسجد لو مين كان سليب ترم ترود يجب أن خير نو ثم مك يجب ماذا يصنع تاكين فور أبي بعض الناس هدانا الله يا أول ما يدخل إلى المسجد يبدأ ينظر يصور ينظر في التليفون يتكلم من نجم جنون نبيل على مدار المسجد هذا المسجد بيت لمن؟ لمن؟ لله. إذا لا يمكن أن نجعل هذا المسجد مكان للحديث عن الدنيا. الله سبحانه وتعالى من لا يمكن نتكلم فيه عن السياسة. يوم من آن يجي أم تيرين البيع والشراء البحث عن الأشياء المفقودة ضاعت له سيارة أو ضاع له ولد يجي أم تير وباح بعد ما تقوم جموعي من بعد لام بعد رباح لي بعد رباح له في أعطي مثل المسجد لا يمكن أن ندفن الأموات في المساجد ولا في ساحات المساجد القبور تكون بعيدة عن المساجد. هل جئنا من ترى يوم قبور يوم لا نكون مسجد قبور كم بعد ترى أتيت هنا أم في مسجد. أنت رجل. نأتي في براف. لازم الرجل يتقدم إلى الصف الأول. كم بعد براف ترى تتشو لو صفي موي. الذي يتأخر النساء المرأة تتأخر في آخر الصفوف. مجرد ما تدخل المسجد تتقدم إلى الصفوف الأولى. روان تجين تقول المسجد كم بعدين تروت تفضل لصفك. إذا الصلاة لم تقم بعد، فأنت تصلي سنة المسجد تحية المسجد ركعتين قبل أن تجلس. منفيدا كي من طال إقامة سبه يعني في لو في تجين ما دام المسجد كم بعدين تروت سبه يعني. تحية المسجد في ركعة أو إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية تصلي السنة كالظهر أذن الآن مثلا يصلي سنة الظهر ركعتين أو أربع ركعات قبل صلاة الظهر ركعة بس أنت لو نوم وقت ظهور نعم سنة رواتب أم ربحبي يعني سنبه يعني في ركعة سنبه يعني بور أم دي سنتو كم يعني كوي دخلت إلى المسجد إذا أنا دخلت إلى المسجد نعم ووجدت الإمام قد بدأ في الصلاة ماذا أصنع؟ نقيدك يوم شو تمسيح تؤسيها هاي نن إمام قد بان سنبه يعني روح هاي تاك يوم فردو لك تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليها الإمام قائم راكع ساجد في التشهد الأخير تكبر وتصلي مع الإمام تدخل مع الإمام أهم شيء عندنا تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال إذا لم يكبرها لا إشكال المهم يكبر تكبيرة الإحرام حتى يدخل مع الإمام سمحان بفضل تكبيرة الإحرام بطوحي تكبير انتقال بيه من مين فانحاء اي تي قلتا سمحان بفضل تكبيرة الإحرام وجدنا الإمام قائم أو راكع بهذا أنا أدركت الركعة سواء وجدت الإمام راكع أو قائم بهذا أدركنا الركعة نعم دا يين تاو طان إمام دا كمبوم تاي روكو هاي يين تاو طان دا فيلو هاي كي فيل موي دا كي روك هاي يين بان مورك أبي موي نان إمام لكن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد أو كان في السجود أو في الجلوس هذه الركعة لا تحسب لك نو بيدا الإمام نيو تي روكو هاي بان يين تاو طان ركوت نو كنو سجود ركوت نيو تي سجود هاي بان يين تاو طان أنا كي أروك تي روك أبي إذا سلم الإمام لو بدا الامام او سلام انا اقوم بعد سلام الامام واقضي ما فاتني من الركعات كنيوم تراو تراو لاين بنطا لو ركعت ما ده كنيوم من طوان بان سبح يعني ني ថា بمبين بنتان كراوي تي امام او سلام روي والله اعلم والله اعلم